أخبار اليوم. بناء مع بعضنا بشرط ان احنا ازاي ننمى القرية دي، ننميها ازاي، ننميها عشان ما احنا مش احنا نعتمد على نفسنا، نبدأ نعتمد على نفسنا. وبعدين مش بنقول بقى احنا بنقول الشباب بس، احنا بننمي الشباب والستات والرجال كله طرف الاعمار. اللي عاوز يعمل اي مشروع اي حاجة هنساند، اللي عاوز اي حاجة اي فكرة في دماغه الهم هنقف ورا. ليه؟ لان لو احنا شغلنا مخنا هيبقى كويسين اوي. انا بالمره الثانيه مش عاوز اطول، انا بشكركم، بشكر وبحييكم. بحب اشكر في الاول السيد رئيس الجمهوريه اللي فعلا مهتم بيكم وبيبص لكل صغيره وكبيره، وكان له مندوب موجود في اجتماع وامر المندوب بعد ما تتعمل يا ريت تبقى مجهزه بالعرش، والكلام ده حصل. بس انا بقول ان احنا كما عمل المدني ده واجب علينا، احنا ما بنعملش حاجه عايزين عليها شكر، ده واجب علينا. انتوا ناس تستحقوا كل التقدير وكل الخير وكل المساعده من الدوله ومن المجتمع المدني. بس احنا لينا طلب واحد عندكم، ان احنا عايزين نبقى قريه منتجه، قريه تشتغل، قريه تقدر تنتج تفيد بلدها. مش عايزين دايما احنا عملنا لكم، بنقدر على قد ما نقدر نساعد ساعدنا. الدولة هتساعد، وعايزينكم تستغلوا كلمة معالي الوزير ومعالي المحافظ ان هو قال لكم يعملوا لكم مشاريع وهيساعدكم كل حاجة. بس انتوا لازم يبقى عندكم الثقافة ان احنا نشتغل ونموت نفسنا في الشغل عشان نبقى منتجين ونخفف قصة شوية، لان الارقام اللي شفناها النهاردة دي ارقام كبيرة جدا. يعني الاسرة لما تبقى اربعة، خفف من الدولة لما الاسرة تبقى 12 و13.